ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بات التصريح بخادمات البيوت وعمال المنازل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمرا إلزاميا ابتداء من يوم الأربعاء، وكشف محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني في تدخل أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكمة في مجلس النواب أن 1329 مشغل صرحوا ب 1632 خادم وعامل منزلي في السينسيس بشكل إرادي قبل دخول إلزامية التصريح حيز التطبيق، وانطلاقا من القانون رقم 1219 الذي دخل حيز التنفيذ قبل حوالي سنة والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، فقد أصبح العمل في المنازل منظما ومؤطرا في المغرب، وأصبحت أيام الإجازة محددة، وكذا ضرورة توفر عقد عمل والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من تأمين المرض، كما أصبحت مجموعة من الشروط أمرا إلزاميا بداية من يوم 3 يونيو 2020. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.